بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة شهر رمضان الكريم، يا رب يعود عليكم الأيام بخير وتبقوا في أحسن حال دايما. النهاردة ان شاء الله فيديو جديد، وهو تفريزات كده، بعض التفريزات لشهر رمضان. هفرز معاكم كده ان شاء الله كام حاجة، هم مش كتير بس برضو عشان خاطر ابقى عاملة حاجة مفرزوها ليوم زنقة في رمضان. حد جالي مثلا محتاج ان انا ازود او حاجة. طبعا شهر رمضان شهر العبادة والصوم، وان احنا لازم نتفرغ فيه للعبادة. ده كمان هيريحك اكتر ان انت ما تقفيش في المطبخ كتير، وفي نفس الوقت ده تخصص القناة عندي، فلازم ان انا اقدم لكم برضو تفريزات وازاي افرز بطريقة صح اللي هي تقعد معايا من السنة للسنة بطرق سهلة جدا وهتعجبكم. يلا قبل ما تنسوا بقى، ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتشيروا كمان الفيديو. يلا بقى مع بعض نشوف هنعمل ايه. هنا كده في البداية دي كانت مشترياتي من السوق، مشتريات الخضار من السوق. حبيت بقى ان انا افرز منها، وعملت كمان ورق العنب. هبقى انزله لكم في فيديو لوحده علشان بس الفيديو ما يطولش عليكم. تمام. هنا دي باقي الحاجة بتاعت الخضار، مشتريات الخضار من السوق. هبتدي كده واحدة واحدة ايه افرز معاكم واقول لكم طريقة التفريز وكده السهلة. هنا ابتديت اطلع ورق العنب علشان خلاص هسلقه بقى. انا اصلا كنت نازلة علشان اعمل ورق العنب. تمام. فجبت كده شوية مشتريات معايا، شوية خضار، قلت اعمل بيهم فيديو بقى وافرز لكم كام حاجه علشان كمان تبقى موجوده معايا في رمضان لو احتجتها. هنا كده كنت بعمل ورق العنب، هبقى قلت لكم ان شاء الله انزل لكم يعني فيديو ورق العنب ده لوحده علشان ما يطولش عليكم الفيديو ده. هنا انا جبت كده ميه على النار وابتديت لما تغلي حطيت فيها ملح، وابتديت انزل كده بورق العنب حبه بحبه لغايه ما لونه كده ابتدى يتغير معايا، وكنت بطلعه وبحط باقي الكميه. تمام. بس كده وابتديت احط حبه بحبه لغايه الاخر. وبعدين بقى ابتديت ان انا اعمل الخلطه وكده. دي نفس الطريقه لو هتفرزيه برضو، بس بتحطيه بقى بتفرزيه واحده فوق التانية، وتعملي الكميه بتاعتك اللي هتشيليها في اكياس تلاجة تحطيه في الفريزر. تمام. هنا بقى كان ده القلقاس معايا، هو الخضره بتاعته معايا، السلق. هنا دي كزبره خضراء ومعايا كمان السلق بتاعه. ابتدي بقى كده ان انا اقطعه، بقطعه كده ايه حلقات بالطريقة دي بالشكل ده قبل ايه ما يعني عشان يبقى سهل التقشير معايا. هقطع اهو كل الكمية بالشكل ده وهتبقى سهل التقشير معايا. بصوا سهلة جدا الطريقة دي. وبجيب بقى ايه، بصوا لو انتوا هتفرزوه طبعا ما يتغسلش خالص قبل التفريز. انا هنا جبت فوطة وقطعته كده مكعبات على حسب يعني التقطيع اللي عجبك او اللي انت عايزاه، بس هو بتقطع كده مكعبات. تمام. وتمسحيه كويس جدا بالفوطة تكون نظيفة معاكي. وهقطع بقى ايه الكمية كلها بالشكل ده. وبجيب بقى ايه ليمونه وبعصرها عليه. تمام. قبل ما افرز بقى ايه في الكياس اللي هي بتاعه التلاجه. طبعا لو هتعمليه هتغسليه، يعني لو هتعمليه على طول على الحله على طول على الشوربه طبعا هيتغسل الاول، ويتغسل ايه لغايه ما ينزل الميه بتاعته اللي هي الممزلقه دي كلها خالص. تمسكيه كده في ايدك يعني تسمعي كده صوت التزييق. تمام. هنا هيتفرز طبعا بعد ما يطلع من الفريزر. لو هتستعمليه هتغسليه برده، بس هنا اثناء ما انت بتفرزيه ما يتغسلش خالص خالص. يتعصر عليه بس ليمونه، وبالشكل ده هتقلبيها وخلاص هتحطي بقى ايه في كيس. هنا ابتديت اعمل استل، طبعا غسلته كويس اهو بالشكل ده، وهبتدي بقى ايه ان انا اعمله. هنا جبت راس توم، لازم راس توم كده كبيره، وعلى فكره مفرزه توم يعني بس ما حطيتهوش.
طب ليه ما حطيتهوش؟ علشان سبب ان هو ممكن يتحرق معايا في الطاسه، لانه مهروس كده. احنا عايزين توم مصحح كده اهوت بالشكل ده. لو حطيت من المهروس هيتحرق طبعا معايا قبل السلق ما يستوي اصلا. تمام، بس هعمل كده رص التوم كلها كده. وتعالوا بقى بينا على النار. هنا حطيت بقى طاسه اهي، هحط بقى ايه معلقه سمنه كبيره. تمام، او دي سمنه بلدي، حطيت معلقه كبيره منها. تسيح كده بس معايا، وهنزل بروس التوم اللي انا ايه عملتها. وهنا نزلت بفصوص التوم اهي بعد ما ساحت، هياخدوا بس تحميرة كده، وش تحميرة معايا. وهنزل بقى بالسلق. في الاول كده تحسوا ان هو ياما او كتير على الطاسة مثلا، ان انا لازم كان واحدة لا اكبر. لا على فكرة، كل ده هينزل على فكرة. المية بتاعته كلها اول ما تنزل هيبصوا اهو، بص عامل ازاي اهو بقى بالشكل ده. في الاول كده بيبقى كتير، بس المية لما بيبتدي ان هو يدخل في استوى المية بتاعته كلها بتنزل وبيقل حجمه، بيقل او بالشكل ده. هفضل كده احمر كده فيه لغاية ما لونه كده يتغير معايا، يغمق شوية. وهلاقي كمان اهو، بصوا هلاقي كمان، بصوا الزبدة هنا هو السمنة بقت لونها غمق برضو. وهبتدي بقى بعد ما تهدى خالص ان انا اجيب الكبة كده وافرمهم فيها. طبعا افرمها فرم ناعم خالص، وهبحس ان هي يعني ايه تبقى سايلة كده معايا. اخد منها بالمعلقة، هحطها في علبة مش هحطها في اكياس، هوريكم برضو ازاي. هنا بفرمه اهو بالكبة، مضفتش عليه اي حاجة، هو بس مجرد ان انا حطيته وفرمته ناعم قوي بالشكل ده كده. بس كده، وهجيب بقى علبة من علب التلاجة بالشكل ده. هبتدي ان انا احطها فيه. مرضيتش بصراحة احط اكياس كده صغير في كل كيس، لا انا بحطه في علبة وباخد منه بالمعلقة. وتقدري كمان، في فكرة كمان تانية، هي مكعبات التلاجة، اللي هو العلبة بتاعت مكعبات التلاجة ممكن تحطي فيها وتاخدي كل مكعب لوحده. يعني بعد ما تجمد تحطي كل مكعب كده لوحده. بس كده، وده كان جاهز معايا خلاص القلقاس. هنبتدي برضو نعمل حاجة تانية، وهي كده الطماطم. قلت برضو افرز حبة، خدت طبعا حبة تاني للمحشي، وزي ما قلت لكم هعمل له فيديو لوحده. وهنا كمان كانت الفاصوليا، هبتدي برضو ان انا اغسلها وهصفيها علشان افرزها. وهقول لكم برضو طريقة حلوة قوي للتفريز الفاصوليا والبسلة مع بعض، بحيث ان هي تفضل بلونها الاخضر الجميل دوت من السنة للسنة معاكي في الفريزر، وتاخدي منها كل ما تعوزي. الكمية دي طبعا بتاعتك، الحبة ان انتي تفرزي اكتر تفرزي. هنا انا هنا كنت بعد ما غسلتها وصفتها، وكمان البسلة كمان عملتها كده بعد ما فصصتها. هبتدي بقى ان انا اعمل الفاصوليا. كل ده والطماطم طبعا معايا على النار، سايباها كده على نار هادية بعد ما غسلتها كويس. سبتها على نار هادية الطماطم، على بال بقى انا مخلص دول هتكون هي طبعا ايه اتعملت ونزلت المية بتاعتها كلها واتعملت. بعد كمان مخلصت سلق القلقاس وكده، البوتاجاز طبعا عشان تفيدي معايا. هنا بقى ايه، جبت كده حلة. هنا هبتدي بقى اعمل خطوة كده مهمة جدا لتفريز البسلة والفاصوليا. هنا مية على النار بعد ما غلي، حطيت معلقة من السكر ومعلقة من الملح. تمام،
وهبتدي ان انا انزل فيها البسلة. خطوة مهمة جدا، ما ينفعش ان انتي تفرزيها وتشيليها كده خالص، خصوصا لو هتجيبي كمية كبيرة اكبر طبعا من اللي انا جايباها دي، وتشيلي من السنة للسنة. بجد الخطوة دي مهمة جدا، خطوة السلق قبل ان انتي ما تشيليها في الفريزر وكده. تحطي معلقة سكر ومعلقة ملح، ممكن كمان تحطي معلقة من الخل، بس الخطوة دي مهمة جدا في التفريز للبسلة والفاصوليا كمان. يعني انا بعد ما خلصت البسلة كده عملت كمان الفاصوليا، بس للأسف المقطع اتشالي من هنا هوت علشان الكاميرا فصلت مني. بس كده هنا اهو بصوا شكلها لونها بقى. افتحي ازاي كمان هتفضل معاكي كده لغاية ما تعمليها، ولغاية من السنة للسنة لو شلتيها. بس كده انا ابتديت اقلب اهو واصفيها بقى، وهحط برضو الفاصوليا كنت عاملاها احطها. الخطوة دي بتبقى زي مادة حافظة كده ليهم، ان هما يعني يقعدوا فترة اطول معاكي. تمام، بس وهصفيهم برضو. انا هنا علشان ما كانش عندي وقت ومستعجلة، فجبت طبعا فوط ومناديل مطبخ ان انا اصفي عليها، كمان عملت الجزر بنفس الطريقة. هعمل كمان معايا الكوسة هنا الاول. بس جبت اكياس تلاجة وابتديت ان انا اشيل الكمية اللي انا عملتها وتصفت اهو بالشكل ده، وهشيل كمان حبة من الجزر مع بسلة، وحبة كمان لوحدهم علشان لو حبيت ان انا اعمل شوربة خضار وكده. ما تنسوش اللايك يا بنات بقى، وتنزلوا تشتركوا في القناة وتعملوا تفعلوا الجرس، زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله يوصلكوا. وتشيروا بقى لصحابكوا وكده. كل سنة وانتوا طيبين. هنا بقى انا كنت بحط برضو جزر. وبرضو هحط الكمية التانية من البسلة بالجزر اهو. طبعا يعني الكيس الكمية اللي هتحطيها على حسب الاكلة اللي انت هتعمليها. شوفي على حسب مثلا انتوا ما بتحبوا الاكلة ديت، هتزودي مثلا في الكيس دوت على حسب الطبخة، بحيث ان انت تطلعي الكيس تعمليه ما تفضيش منه وكده، هو تفضلي يعني منه وترجعيه تاني وكده. لا، الكيس على قد الطبخة بالظبط. طبعا برضو دي بتاعتك على حسب ما انت ايه بتحبي تشيلي الكمية قد ايه. عندك عزومة مثلا هتطلعي كيسين كده بدل كيس. هنا بقى البرطمان ده، بصوا بقى انا ما حبيتش ان انا احتفظ بيها في كيس بصراحة. بعد ما عملتها نزلت المية بتاعتها وكده، الطماطم عملتها في الكبة كده زي ما انتوا شايفين، وهبتدي ان انا احطها في برطمان كبير بحيث برضو ان انا اخد منها بالمعلقة. تقدري تحتفظي بيه في الفريزر عادي. تمام، تقدروا برضو تعملوا منها اكياس صغيرة وتحطوها. انا في فيديو قبل كده عملته كان اكياس، وكنت بطلع بالكيس يعني الطبخة بالكيس. هنا انا حطيتها كده في برطمان وهستعمل ان شاء الله منها. بصوا هنا كان فاضل معايا برضو الكوسة، قطعت منها شرائح وقطعت منها كمان مكعبات كده، بحيث ان انا ممكن اعملها حطيتها هنا حبة مع الجزر، ممكن لشوربة الخضار او ان انا مثلا اطبخها. كمان كنت عاملة شرائح كده من الكوسة حطيتها طبعا في كيس تاني. هنا بنحب قوي الكوسة بشاميل، ان شاء الله برضو هبقى اعملها معاكم في رمضان، وكنت عاملاها في فيديو قبل كده. هبتدي بقى ان انا اعمل كيس تاني. الكيس دوت انا قلت ممكن اعمله مثلا اطبخ مثلا طبيخ بالصلصة او للخضار شوربة خضار. دي هتبقى كوسة بشاميل.
بصوا حاجات سهلة وبسيطة وهتنفعك جدا برضو في رمضان، مش هتقفي في المطبخ كتير وكده، وفي نفس الوقت يعني هما بساط بس في نفس الوقت هتحتاجيهم وهتلاقيهم. حبيت كده اشارك فكرة التفريزات كده معاكم، يا رب اكون بس افدتكم وعطيتكم فكرة ان انتوا تفرزوا بيها ايا كانت الكمية بقى اللي عندكم. انا هنا مجرد ان انا اديتك فكرة، طبعا الكمية دي بتاعتك انتي. وده كان فيديو التفريزات معايا، وان شاء الله برضو في فيديو تاني تفريزات. انا بس ما حبيتش اطول عليكم الفيديو، فقلت اشارك معاكم كام حاجة كده، وكمان عملت ورق العنب بس هنزله في فيديو لوحده. يا رب بقى اكون فدتكم في موضوع التفريزات والمادة الحافظة اللي انتي تعملي بيها. ما تنسوش بقى بلايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، واشوفكم في فيديو جديد مع